النقابات تتراجع عن بنغبريط وتنسحب من ميثاقيات أخلاقيات المهنة، هو العنوان الأبرز لاجتماع تكتل النقابات المستقلة، قرار أرجعته النقابات المستقلة لسياسة التسويف والهروب إلى الأمام المعتمدة من الوزارة. النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية بعد وقوفها على عديد المشاكل المطروحة في الميدان، وقوفها على أن الأمور تسير نحو وضعية نحن نراها خطيرة تهدد استقرار المدرسة الجزائرية وتهدد استقرار القطاع، النقابات المستقلة تتحمل مسؤوليتها في إطار تكتل من أجل مواجهة وإيقاف مثل هكذا ممارسات منتهجة من طرف وزارة التربية الوطنية. تحميل الوزارة الوصية سياسة الأحادية والإنفرادية في كل ما يتعلق بالتغييرات الجديدة في النظام التعليمي أو ما أصطلح عليه بالإصلاحات دون إشراك النقابات تنفيه الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التربية. داخل نقابة سناباب نرى أن قطاع التربية مقارنة بكثير من القطاعات الوظيفة العمومية أن قنوات الحوار مفتوحة وأن الاستشارة موجودة وفيه لجان مشتركة ما بين وزارة التربية وما بين النقابات وتعمل بصفة دائمة، ونحن كنقابة يوم 13 أي يوم الخميس لنا لقاء مشترك مع وزارة التربية، يعني ورانا ندير في لقاءات بصفة دورية. قبل أيام صرحت وزيرة التربية الوطنية بالبرلمان أن التلاميذ خسروا سنتين بسبب الإضرابات، فهل سيخسرون أكثر بعد هذا التصعيد؟ عدم استقرار في القطاع الذي دام هو الآخر سنوات عديدة مما جعل تلامذنا يخسرون ما يعادل سنتين من الدراسة. الشد والجذب بين الوزارة الوصية وبين النقابات مسلسل يأبى أن يسدل ستاره، فلا تكاد سنة دراسية تمر في الجزائر إلا وتشوبها اضطرابات، رغم أن بنغبريط استطاعت الوقوف في وجه كل محاولات زعزعة استقرار القطاع.